صباح الخير حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الصحة والعافية وتحقيق الاماني للجميع يا رب العالمين. اليوم هذا البلوغ درتها لكم يوم ان شاء الله، راني معزومة عند صديقتنا اجنبية سويسرية. هادو كانوا يدرسوا زوجي، وكي بقات المحبة بيناتنا هكا، وكي جيت انا لهنايا تواصلنا وبقينا على هاد التواصل، يجوا عندنا نروحوا لعندهم ساكن يعني، ونعم الناس يعني صراحة الأجنبيين بصح يعني ناس ملاح صراحة، يعني طيبين هي وزوجها، هما كبار في السن بصح يعني ملاح، عندهم ولاد وعندهم كاع. دوك نصور لكم ان شاء الله كاع الخطوات. هنا راني راكبة في الترام، راني غادي نوصل لعندهم، هما بعد علينا بواحد الساعة، بواحد الساعة هكذا. راني نوريكم هنايا كيفاش ركبت الترا، شوفوا الربيع احنا كيفاش راه داير، الخضر راكم تشوفوا، ويعني مناطق كلش يعني عفوا مناطق حلوه بزاف، حلوه بزاف بزياده. راني رايحه انا وبنتي وزوجي ان شاء الله، حبيت نشارككم هذه المناظر الطبيعيه ان شاء الله. شوفوا المزارع هنا كيفاش يعني الاراضي، شوفوا يعني مناظر تريح النفس صراحه. كما قلت لكم راني غادي هنا راني راكبه في القطار، بعد من القطار ناخذ نركب في البيس، نركب في البيس ومن البيس ننزل حدا دارها بشويه نتمشى ونلقاها هي ثاني. ويسكنوا هما في واحد المنطقه يقولها فيلا، فيلا واحد المنطقه ان شاء الله غادي نصور لكم تشوفوا واحد المناظر يعني سبحان الله، يعني سبحان المبدع المصور، يعني ذكرت يقول لك الجنة وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، يعني هذه سبحان الله. شوف ربي شرع خالق في الأرض فما بالك الجنة، يعني هنا شوفوا تمتعوا بالهد الخضار إن شاء الله. وهنا يا كما قلت لكم هذا اللي راكبة، اللي راكبة في القطار هنايا، وراكم تشوفوا نسمي استراحة ياكل البيسكوي. شوفوا الغابات، شوفوا الغابات صح، يعني قلت لكم عندهم قيم، عاطين قيمة كبيرة بالبزاف يعني للطبيعة، يعني شوفوا هذه نخليكم تتمتعوا هنا، مش نبغي يعني هنا شوفوا هنا، شوفوا المزارع هنا كيفاش. انا قبل كنت ساكنه في هذه المنطقه، منا قبل يعني لما جيت هنا كنت سكنت واحد شهرين، شهرين ومن بعد انتقلت يعني لهذه ديت ليكون، ديت ليكون قريبه على زوريك يعني قريبه للخدمه تاع زوجي. كنت ساكنة هنا صراحة، كانت واحد القرية ولا واحد كما نقولوا يعني واحد القرية صراحة، هدوء الطبيعة يعني. كنت ننزل من البيت غدا نتمشى بين الغابة، ها كانت مشى الغابة ونوصل للأسواق يعني. كانت والهواء الصباح من تفتحي النافذة يعني تشوفي الدخان تصاعد من الديار، يعني تسمعي الديوك، تسمعي تشوفي الأغنام، يعني كانت بلاصة صراحة يعني روعة. بصح كانت الظروف يعني كنا لازم كنا مجبرين باش نغيرو، خاطرش كان زوجي لما نقولوا راجلي لما يخرج من الخدمات باش يوصل للبيت كما نقولوا مثلا يخرج على 10 يوصل حتى 12 تاع الليل ولا حتى هذه اللي كانت هذه اللي درتنا هذه المحطه هنا نقولها إناو. بعد وحده إناو دوك هنا نوريكم كيفاش غادي نركب في البيس ان شاء الله. والان حبايبي راني نزلت من الترا وركبت في البيس، وراني رايحه للفيلا عند اسمها سيلفيا هادي. اللي قريبه لاراضيهم يعني يبنوا بيوت هنا، ماشي كلهم فلاحين هنا، يعني ناس اللي
وما يبوش هنايا. انا كنت نسيت هذا البيس نروح مع هذيك الطريق ديريكت هذيك، كانت داري الاولى هنا. هايا لهنا حبايبي. هون راني وصلت للبيت صديقتي هذه سيلفيا، بيت كلش حلو. هون راها ناشره الغسيل نتاعها، راها غسلاته. هنا الزرع نتاعها يعني عامله زرع الشباب هكا.
هذه الحديقة نتاعها، هذا بيتها. Tu peux prendre Sylvia. Hi Sylvia. Hello. Hello. Ça c'est la table. Non, elle n'aime pas ça. Oh, ça ne fait rien. Elle crie. Elle crie toujours. Ok, je good. Stop. بيتها يعني صراحة حلو، كلش حلو يعني. شوف حضرتنا يعني حضرتنا يعني هذا الكريم ديسير بالفراولة. ميرسي سيلفيا. سي لا ميزون يعني هون البيت. فوالا يعني هذا هو بيتهم، كلش حلو. هذه المكتبة يعني تبعهم، يعني عندهم هذا بالحطب. نبيت عادي يعني مع هذا البيانو، هنا التلفزيون يعني عادي، بيت عادي. والفوق يعني تاني كاين لا ماما، لا ماما روحي روحي اشربي حليب، روحي اشربي حليب. سيلفيا Tout ça pour nous, Sylvia. Amen. Non. C'est peut-être facile, je capote. حبيباتي هنا البيت من برا، شوفوا يعني هذا بيتهم، يعني هذه من برا كنا داخلين في الحديقة، وهنا هذا هو البيت من برا. هنايا شوف هذاك، تشوفوا عند هذاك الزهور كاين واحد النهر، عفوا واد صغير صغير صغير. شوفوا نقطع الطريق هنا، غادي نتمشى مسافة هنا، مسافة غادي نتمشى مسافة من ناحية الحيطة هنا وين يسكنو. ها هو راه بيتهم من هنا وين يسكنو. هنا هاد الطريق غادي نتمشو كاع هاد المسافة، غادي نتمشوها إن شاء الله. غادي نوريكم نتمشو بين كي الغابة هكا صغيرة، ان شاء الله غادي نوريكم حبايبي. ابقوا معايا وما تخوش ما تبعدوش في اشهار ونرجع. حبيباتي هون هاي الطريق اللي قلت لكم راني نتمشى فيها. هنا هنا راكم تشوفوا النهر هنيك، نشوفوا النهر صافي تما، يعني جايبين بيسين مسبح، جايبين اولادهم. سوري جوست هنايا شوف جايبين اولاد بالمسابح هنايا، وهنا يعني يعني منطقة روعة 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 ما نحكي لكمش يعني. الطريق هنا كلش حلوة يعني. ما حبيتش نصور لكم يعني المسبح لأنه فيه ناس يعني بدون، أسفة على هذه الكلمة، بدون ملابس يعني، مش بقضية ملابس يعني، حبيت وريت لكم من بعيد أحسن. شوفوا هنا المناطق هذا شوفوا النهر هاكم تشوفوا فيه هنا يجوا بال
Ça c'est une fête, non? Das ist nur wegen dem Spiel. Es gilt, das ist c'est le jour mondial de la musique. Un spaß. C'est un. On peut pas passer par là? On peut pas? On fait retour? Ça va? Pas ici? Ok. Grazie mille. Was wichtig ist für euch. Ça, c'est le jour mondial de la musique ici. بنات حبيت نسوي لكم الكنوي كنت نسكن اول مره انا هذه في العوده يعني في الرجعه راني راجعه هنايا راني صورت لكم كنت نسكن هنايا صراحه المنطقه كلش حلوه.